وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية كل من مصر ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الذي يعقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي 29 و30 من يوليو الجاري، والذي يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربعة خلال اجتماعهم بالقاهرة في 5 يوليو.